في واحد يا ابو نسيم متجوز 3 نسوان. هلا قام هذا كبر وكبروا النسوين معه، واجلك شو عنده بالدار؟ عنده جحش. وبعيد عنك شو عنده؟ جار اسمه ابو عبد الله. قام عمل حاله ميت وتمدد بهالصالون ومات. اجوا غسلوه هالرجال، كفنوه، اخذوه على المقبرة قبروه. وقفوا هال3 نسوان فوق راسه على القبر، صاروا يغنوا عليه. اول وحدة شو قالت له؟ لقعد مناح. قالت له يا قبر يا قبر، عصوا عصوا عصة الكمونة، لك يا ما قهرني ونيمني على التنور. ضحك هو قال ايه والله هاي تعبت يا حرام. طلعت التانية، هو عم شو يكتشف مين اللي بتحبه بتبكي عليه، بس شوف هالنسوان كانه شو وحده بكيت. طلعت التانية قالت له يا قبر ذمه ذمه العنه بعزاء امه، ولك يا قبر ذمه 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 الكشكيش، ولك يا ما قهرني وقدامي بنسوان الحي كان يتحركش. ضحك بالقبر قال ايه والله هاي قهرناها. طلعت الثالثة، صارت تقيم تراب وتزت على وجهها، ومع السلامة ومع السلامة يا حبيبي والله معك الله. قال ها هاي المنيحة، هاي المدللة، هاي الصغيرة، هاي اللي مبين معها المنيح. قالت له مع السلامة يا حبيبي والله معك الله، على عيني تنفذ وصيتك يا عيوني، بغصب عني مو برضاي والله. قال هيدا شو وصيتها انا يا ربي؟ ما وصيتها شيء. قالوا له رفقاتها طيب شو وصاكي؟ قال وصاني بعد موتي يا عيوني، ولك بيع الجحش وخدي جارنا ابو عبد الله. اخ اخ انا جيت على القبر على القبر، ومسكت برزاته وقلت له يا قبر يا قبر الي حبيب عندك هاتو، ولك بالله ردت علي حبة تراب من ترابات. هيهات هيهات يا حزيني الميت بيرجع على بيته.